اسم المجندي المجند مصطفى مسلوب حامد علش، بقطاع الأحراش سينا، السن 20 سنة. مجند أحمد محمد أبو الحميد، منفذ رفح، السن 20 سنة. جندي أحمد عبد البديع عبد الواحد، منفذ رفح البري، 20 سنة. أحمد أسامة فتحي، منزل رفح. عريف مطاع إبراهيم صبح إبراهيم الفوق الأول، حرس حدود، 20 سنة. جندي مجند إسلام إبراهيم عباس، 21 سنة، بقطاع الأحراش، كتيمة التانية، شمال سينا. جندي مجند كريم الحسين إبراهيم علي، 20 سنة، شرطة أمن مواني رفح البري. مطالب الإخوة يا ريس إنك تفرج عن المعتقلين السياسيين اللي من أهل سينا، ونرجوك يا ريس بأقصى سرعة إنك تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سينا بأقصى سرعة، لأننا ما عدناش مستحملين أي تعذيب. وعلى رأسهم الشيخ حماد أبو شيطة بأقصى سرعة يا ريس. ولو إحنا يا ريس غاليين عندك زي الجندي جلعاد شليت ما هو غالي عند إسرائيل، تم فك أسر 1000 فلسطيني أمام جندي واحد يا ريس، إحنا 7 جنود مصريين، ونرجوك يا ريس بأقصى سرعة لأننا ما عدناش مستحملين. ونقدم برضو كلامنا ده لوزير الدفاع إن رجالته بيموتوا وقاعد على كرسيه، واتحرك يا سيادة الوزير، اتحرك وشوف رجالتك وافرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سينا. يا ريس الحانة يا ريس، الحانة يا ريس، الحانة يا ريس، احنا بنموت مش قادرين مستحملين الحدث ده. الحانة يا ريس، اطلع يا ريس، الحقونا كده، حرام يا ابويا، الحانة يا ابويا، الحانة يا ابويا.